ممكن سمعت المداخلة اللي من شوي، فاحنا حابين نتكلم عن موضوع الجمعية التعاونية، يعني إغلاق كل الصيدليات، فهذا خبر ممكن يعني نوعا ما هو سهل. اولا انا ما اسمع مداخله، لكن مثل ما تفضلتي موضوع اغلاق الصيدليات هذا احنا مو متفقين وياك كجمعيه مشرف نتكلم. هذه خدمه نقدمها للناس وما لهم ذنب اذا كان في قانون صدر في عليه مشكله او عدم توافق. هل كان لكم تحرك في هذا الموضوع؟ تحركتوا كجمعيه؟ طبعا من العام الماضي كان في تحرك مع اعضاء مجلس الامه، لكن للاسف ما كانوا جادين في التحرك. الوزير جمال الحربي اعطانا تمديد وانتهى التمديد وما كان في توافق ايضا. وفي الصيف اللي فات قابلنا وزير الصحه الدكتور الشيخ باسل الصباح واعطانا مهله لغايه شهر 11 انه يكون في تعديل من قبل اللجنه الصحيه مجلس الامه، لكن ايضا ما كان في تحرك من قبلهم. فبالنسبه لنا احنا جمعيه مشرف قرارنا راح نمشي في خطين. راح نطبق القانون مؤقتا وهو تعيين صيدلاني كويتي باسم الرخصة، وراح نتجه إلى المحكمة الدستورية لحفظ حقوق المساهمين، لأننا نحس أن هذا القانون في تجني على أموال المساهمين وما في عدالة لهم. كل الشكر لك ويعطيك العافية، شكرا. نتمنى فعلا إيقاف هذا القرار لأنه راح يمكن يضر جمعيات كثيرة. أكيد اليوم الصيدلاني الكويتيين موجودين أكيد، لكن ما هم بالعدد المطلوب؟ اليوم قاعد نتكلم عن مئات الصيدليات متوفرة في كل أنحاء الأفرع. صحيح، لازم يكون شوية نوعا ما دراسة أكثر مستفيضة في هذا القرار. قبل شوي قلنا ياسين وزارة التربية، اليوم وزارة التربية تسكرت عليها الكهرباء ما أدري ليش، ساعة 10 الموظفين كلهم أطلعوا وراحوا بيوتهم، يعني خذوا مثل ما يقولون إجازة، عطلة نص دوام. رحب بالأستاذ ياسين الياسين إذا معانا على الخط. لا، إذا الاتصال مو جاهز، راح نطلع فقراتنا، لكن إن شاء الله نتأمل في هذا الموضوع. يعني نتكلم عن مؤسسة ومبنى حديث وتوى مبني وتنقطع عن الكهرباء، هذه مشكلة كبيرة. يعني على الأقل يكون في هناك جنريترات تشتغل بديلة لموضوع الانقطاع. نتكلم عن وزارة التربية، نظام وسيستم متكامل كبير. أيوه. صحيح، مثل ما ذكرت أن المبنى